مساء الخير سيد سعد العزي، وتعازينا طبعا لكم وللشعب الكويتي في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. طبعا في انتظار مبايعة الشيخ مشعل، ما الذي يمكن أن تضيفه فيما يتعلق بالملامح الرئيسية لحكم الأمير الراحل؟ يعني شكرا أختي. طبعا بداية الشيخ نواف الله يرحمه، طبعا اليوم الكويت مر عليها غيمة حزن، فيعني الكويت اليوم حزينة بأطفالها، بسيداتها، بآبائها، برجالها، بنسائها. بالرغم من قصر فترة حكم الشيخ نواف إلا الإنجازات كبيرة. الشيخ نواف طبعا عمل مع الحكومة من الستينات وليس من الآن، وعمل في أكثر من وزارة، وزارة الشؤون، وزارة الداخلية، قضايا أمنية، ودائما معروف أنه هو الشخص الذي كان يعمل بصمت وبهدوء. ولا أتذكر يوم من الأيام سمعت أي انتقاد خلال فترة عمله في الحكومات السابقة، أنا أتكلم من الستينات والسبعينات والثمانينات، فهو له شعبية وله محبة عند الناس بشكل كبير، ودائما يعمل بالصمت، يعمل بهدوء، ويعمل لا يحب الأضواء كثيرا بالإنجازات التي يقوم بها. طبعا نرجع الآن إلى فترة حكمه. بالرغم من قصر الفترة، هي كانت تقريبا أعتقد 3 سنوات، ونصفها تقريبا أعطى يعني سمو الشيخ مشعل صلاحيات الأميرية بسبب يعني العارض الصحي وظروفه الصحية، إلا أن إنجازاته كبيرة. إذا نتكلم من الصعيد المحلي، نتكلم عن العلاقة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، تغيير الانتخابات، عدم تدخل الحكومة في اختيار الرئيس وفي اللجان، هذه كلها تسجلها. العلاقة ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية علاقة كان فيها جانب كبير من التعاون، وهذه أيضا تحسب له. نتكلم عن جوانب أخرى يشهد له الشيخ نواف الله يرحمه بما يتعلق في قضايا محاربة الفساد. أخذت قرارات كثيرة بمحاربة الفساد الإداري والمالي في الدولة، وتم محاسبة أشخاص كثيرة بالرغم من 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 مكانهم، مكانتهم وأماكنهم، من صغيرهم وكبيرهم، كل أخذ إجراءات كبيرة وجريئة بصراحة، والكل رفع القبعة بهذه الإجراءات في محاربة الفساد الإداري والمالي. نتكلم أيضا قرارات العفو التي أخذها على مرحلتين بداية حكمه، وأيضا العفو اللي طبعا قبل تقريبا أسابيع قليلة يعني صدر، فالآن سمي الآن كما سمي الشيخ جابر الله يرحمه أمير القلوب، والشيخ صباح أمير الإنسانية، فسمي هو بأمير العفو. فهذا ما يتعلق طبعا جزء من الأمور المحلية، إذا ذكرنا في أمور كثيرة طبعا ما يتعلق على 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 الصعيد الخارجي. نعم. طبعا يعني في فترة حكمه تم يعني انتهاء الأزمة، ما سمى الأزمة الخليجية التي كانت في عهده، وانتهت. الكويت طبعا خذت المبادرة في دور الوساطة كما تعلمين في هذه الفترة، وانتهت وعادت العلاقات لطبيعتها في فترة الشيخ نواف الله يرحمه. طيب الآن ما نوع الإصلاحات أو مستوى الإصلاحات الذي يمكن أن يحققه الشيخ مشعل بعد مبايعته؟ طبعا كما ذكرت لك، الشيخ مشعل كان يمارس دوره ببعض الصلاحيات الأميرية التي أعطيت له من الشيخ نواف، وكما ترين هناك قرارات كثيرة أخذها الشيخ مشعل خلال الفترة السابقة عندما كان يقوم بدوره مع الصلاحيات الأميرية التي أعطيت. الآن الشيخ مشعل سيستمر بالنهج وبخطاب التاريخي وبخطاباته أمام مجلس الأمة وأمام الأمة في خطاباته، هناك إصرار وهناك التزام بالاستمرار بمحاربة الفساد، هذا رقم واحد، بل الاستمرار في العمل التنموي للدولة، هذا رقم اثنين، والاستمرار بخلق علاقة صحية وجيدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذه طبعا راح تخدم كل الأمور الثانية للدولة ما يتعلق في التنمية، ما يتعلق بحربة الفساد، ما يتعلق في القطاعات الأخرى للدولة. ماذا عن الحكومة؟ هل ستستمر في القيام بعملها؟ هل نرى ولادة حكومة جديدة مع استلام الشيخ مشعل لمقاليد الحكم؟
والله عادة يعني عادة مع انتقال السلطة تكون هناك حكومة جديدة، فهذه طبعا ليس الآن. الآن طبعا الآن احنا يعني دستوريا الآن انتقال السلطة هناك إجراءات دستورية واضحة، بداية ينادي مجلس الوزراء بسمو الشيخ مشعل أمير دولة الكويت، سيكون أنا أعتقد خلال هالأسبوع هذا نهايته راح تكون جلسة القسم، قسم أمير دولة الكويت الشيخ مشعل كأمير دولة الكويت، وتتليها أيضا هي جلسة المبايعة في مجلس الأمة، جلسة المبايعة للشيخ مشعل سمو الأمير، بعدين تبدأ ولادة جديدة لفلسفة ونهج الشيخ مشعل في إدارة الدولة مع الدعم الكبير والمبايعة، سيقوم بتشكيل حكومة طبعا أكيد جديدة في هذه المرحلة. المعارضة الآن تسيطر على مجلس الأمة منذ الانتخابات الماضية، هل تتوقع استمرار الخلافات بين الاثنين، بين مجلس الأمة والحكومة كما عهدنا في السنوات الماضية؟ والله طبيعة العلاقة ما بين المعارضة وبين السلطة التنفيذية في الفترة اللي فاتت هي علاقة جيدة. صحيح. يعني ولكن قبلها يعني طبيعة العلاقة هي نعم هي تمر بكما يقال يعني ups and downs كما يقال باللغة الإنجليزية. يعني إذا ما يكون في up and down ما يكون في سلطة تنفيذية سلطة تشريعية. دائما السلطة التشريعية هي هو المشرع، هو المراقب لأداء الحكومة، ودائما الحكومة هو اللي يأخذ القرارات، فيعني دائما يكون في شد وجذب في العلاقة. ولكن إذا احنا نشوف العلاقة بشكل عام بطبيعة العلاقة اعتقد كانت صحية بشكل كبير في مقارنة مع سنوات اللي مضت، بالرغم من وجود يعني عدد كبير من المعارضة في المجلس، إلا أن طبيعة العلاقة التي ربطت السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية علاقة جيدة بشكل كبير. طيب ما هي الملفات برأيك التي ينبغي أن يركز عليها يعني أمير البلاد المقبل بعد أن طبعا تتم هذه المبايعة بشكل رسمي؟ طبعا يعني بداية السياسة الخارجية الكويتية سياسة ثابتة على مدى العقود والسنوات، فهم يعني هو راح يكون استمرار في السياسة الثابتة او السياسة الخارجية الثابتة لدولة الكويت. فيما يتعلق يعني احنا سمعنا من سمو الشيخ مشعل في خطاباته الإصرار في محاربة الفساد، الإصرار في التنمية، وإصرار في الاستمرار في العمل لتطوير الكويت. الكويت اليوم وانا اعتقد ان الشعب الكويتي الان يعني يعني هو خلينا نقول يعني عطشان انه يشوف في تنميه اكبر بشكل اكبر وبوتيره اسرع، فهناك انطباع عند الشعب الكويتي ان وتيره التنميه في الكويت هي تسير بشكل بطيء جدا لعده اسباب يعني يراها المواطنون. البعض يفسرها ان العلاقه ما بين المجلس والحكومه هي تؤخر، البعض الاخر يقول ان الاجراءات الاداريه اللي تقوم الموجوده في الكويت هي التي تؤخر، ولكن هناك اصرار من شيء سموه الشيخ مشعل بتنمية الكويت وبوتيرة أسرع ومحاربة الفساد بشكل أكبر وتنمية جميع قطاعات الدولة. وأنا لا أتكلم عن التنمية بشكل عام، أتكلم عن الجانب الصحي، الجانب التعليمي، الجانب الرياضي، الجانب وكل جوانبها أيضا بما بالإضافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية في الكويت. شكرا جزيلا لك سعد العلي رئيس تحرير وكالة الأنباء الكويتية سابقا من الكويت، شكرا.